السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم بنتكلم عن موضوع جدلي كبير جدا. أنا كنت كتبت ما سأتحدث فيه اليوم في جزء من كتاب بعض دور النشر لم ترد نشره، ده من 5 سنين أو 6 سنين تقريبا، اللي هو دور الجماعات الدينية اللي هي الكنائس والمساجد والمعابد والتشكيلات الدينية الأخرى. قبل أن نبدأ في كلام عن هذا الدور، نريد أن نعرف الوطن والمجتمع والمواطن والتجمع. أهم عنصر في بناء أي مجتمع أو أي وطن أو أي تجمع بشري هو الإنسان، اللي هو المواطن، اللي هو يملك الوطن ويملك المجتمع ويملك التجمع البشري الإنساني. التجمع البشري قد يكون مجموعة من الناس معاهم الحيوانات والطيور، تألفوا على أنهم يعيشوا مع بعض وفي مصلحة بينهم. المجتمع يتكون من كل هذه المجاميع البشرية اللي فيها كافة الخلائق التي تعمل هذا المجتمع، اللي هو أصلا مجتمع المواطن في كل مكونات التي تجعل المواطن قادرا على الحياة. أما الوطن فبيتكون من كل هذه المجتمعات اللي بتكون الوطن، هو الحيز الكبير اللي بيعيش فيه البشر وكل المقدرات الموجودة في الأرض وفي محيطها في داخل هذا الوطن. لما نتكلم عن هذه التعريفات البسيطة التي لابد أن يدركها اللي هو رجل الشارع، فلابد أن نعرف أن رجل الشارع، الرجل أو المرأة طبعا، هو أهم عنصر في الوطن وأهم عنصر في الجمعية وأهم عنصر في المجتمع وأهم عنصر في الحزب وأهم عنصر في الجماعة الدينية وأهم عنصر في كل محور من محاور المجتمع أو الوطن اللي هو بيعيش فيه، وهو فعلا المالك الحقيقي لهذا الوطن بغض النظر عن عرقه أو دينه أو ثقافته أو إلى آخر. الجماعة الدينية هي مجموعة من الناس أرادت أن تهيكل هيكل أو تنشئ كيان. مجموعة من الناس أرادت أن تنشئ كيانا لها مرجعيته دينية، وكل أنشطة هذه المجموعة أو هذا الكيان ترجع للمرجعية الدينية لها، سواء كانت مسلمة، مسيحية، يهودية، بوذية، هندوسية، سيخية إلى آخره. يبقى مجموعة من البشر ارتضت أن تكون كيان بغض النظر عن تسمية هذا الكيان، ويكون هذا الكيان له مرجعية وأهداف دينية تخدم كل الأنشطة التي تقوم بها الذي يقوم بها هذا الكيان أو تقوم به هذه المجموعة. واضح؟ يبقى أي جماعة دينية، سواء كانت مسجد أو كنيسة أو جمعية أو جماعة أو معبد إلى آخره، هي ارتضت لنفسها أن تكون لها مرجعية دينية واضحة المعالم، وأن يكون أهداف عمل هذه الجماعة أو الجمعية أو المسجد إلى آخره وأنشطتها أنها تحقق أهداف هذه المرجعية، كل أنشطتها. ده بالنسبة لتعريف الجماعة الدينية، ونحن لا نتحدث عن أي مجموعة بذاتها. أوكي؟ بعد كده الجماعات الدينية في حياتها لابد يكون لها مسلكين. أولا، إقحام الدين في السياسة أمر خطير جدا. من الأول، الدين هو مرجعية أعلى من السياسة. إذا نظرنا على التغيرات اليومية الآنية لأي مسار سياسي، سنجدها تتغير بالثانية وبالدقيقة وبالساعة، وسنجد أن مسالك السياسة هي مسالك غير مستوية، غير مستقيمة،
في كثير من الأحيان ما يحدث فيها التدليس والكذب والنفاق والخداع إلى آخره. مسارات الدين مسارات مستقيمة ليست مسارات ملتوية. قيم الدين قيم مستقيمة ليس قيم ميكافيلية. أسس ومبادئ الأديان مبادئ سماوية ربانية لا تتغير بسهولة التغير السياسي للمجتمع. فهنا هو الخطورة ما بين مزج الاثنين في بعض. السياسة تهين الدين لأنها تأتي به إلى قاع المجتمع. من كان رئيساً اليوم أصبح سجيناً غداً أو أصبح شريداً غداً. لماذا؟ الاختلاف السياسي للمجتمع اللي فيه. فلذلك لابد أن يكون دور الجماعات الدينية اللي من المساجد للكنائس المعابد لكل التشكيلات التي تجعل لها مرجعية دينية في مسارين مهمين جداً. الأول هو الاهتمام بالدين واستنباط الأحكام منه لكي يصبح قيمة مجتمعية. الثاني ألا تقحم نفسها في كل كبيرة وصغيرة في المجتمع، بمعنى التغيرات السياسية اليومية، إلا أن تصبح مرجعية فقط تسأل فتجيب. فالدور الأول فيه بتقوم به ممكن نرى. فبتكون بالتالي تهتم أهم شيء. إحنا عايشين الآن نعاني من شيء مهم جدا، نعاني من عالمنا الذي نعيش فيه أصبح يفتقد للقيم والأخلاق والمبادئ الإنسانية، حتى مش الدينية، الإنسانية وليس الدينية. أصبحنا نعيش في فراغ اجتماعي قيمي أخلاقي. مبادئ تغيرت، السلوكيات تغيرت، الأفكار تغيرت، أصبحنا نعيش في عالم ضبابي مظلم لكثرة من يفتون في الدين ومن يأخذون الدين بالسياسة إلى آخره. فلا بد أن تكون هذه الجماعة أو هذه المجموعة أو هذا المسجد أو هذه الكنيسة تهتم أول ما تهتم به إنها إبراز القيم المجتمعية السليمة. دي نمرة واحد، إبراز القيم المجتمعية السليمة. اثنين، إحداث ثقافة. كيف نحدث ثقافة مجتمعية لها قيم؟ كيف يحدث المسجد أو الكنيسة أو المعبد أو أي تكوين ديني ثقافة جديدة لمجتمع يستطيع أن يتجانس مع بعضه البعض؟ إحداث ثقافات مجتمعية قويمة تكون لهذه الأديان واجهات إنسانية. بعد كده الحقوق والواجبات للمجتمع، من الذي سيعرف هذه الحقوق والواجبات المجتمعية؟ حقق أنت في الدستور من اللي هيعلمك إياه واجبك تجاه المجتمع اللي أنت بتعيش فيه. المساجد والكنائس لا تكون مساجد لنصوص تلقى فلا يفهمها عامة الناس من المصلين والعباد، لكن لابد أن نعلمهم بحقوقهم وواجباتهم. الاجتهاد، مبدأ الاجتهاد اتقفل خلاص وأصبح عفى عليه الزمن. ولذلك تتخلف كل أمة لا تجعل الاجتهاد لها مبدأ، وتتخلف كل أمة لا يكون فيها التدافع، ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض لهدمت جوامع. فلذلك لما ننظر لكل هذه الأمم التي لا تتدافع، يتدافع أبنائها سلميا لإبراز اجتهاد كل منهم، فهي أمم متخلفة. لذلك على الجماعات الدينية المسيحية والمسلمة واليهودية إلى آخره أن تجعل من الاجتهاد مبدأ راسخا لها لكي تستطيع أن تتكيف مع أو تكيف هذه الاجتهادات لما تحتاجه المجتمعات. ايه العادات والتقاليد التي يرتضيها الدين؟ هي عاداتنا التي نرتضيها وعشنا معها طول هذه
مئات السنين من هذه في هذه المجتمعات. حلال والحرام طبعا ده شيء واضح ومهم جدا، والمشتبهات المصر العليا، تقصير التاريخ. مين هيقصر لنا التاريخ؟ مين هيحاول يدافع عن الرموز بتاعتنا؟ ده دور من الادوار اللي غفلت عنها تماما كل هذه التشكيلات، واصبح كل منهم يهتم بتقصير تاريخه هو وتاريخ اصحابه وتاريخ مبدعيه الى اخره. لكن التاريخ لا يقف على مجتمع واحد او دين واحد او ثقافه واحده او جمعيه واحده او جماعه واحده. كتابه التاريخ دوت اصبحت من اصعب الاشياء التي اصبحت نادره، فاصبح كل من يندس في هذه المنظومة الثقافية للكتابة يضع السم في العسل بالنسبة للشباب والأجيال التي تقرأه. تقصير التاريخ، الفلسفات المجتمعية اللي هي جزء من الثقافة اللي احنا فيها، مين اللي هيقصد، مين اللي هيفكر فيها؟ أنا هعيش في النصوص فقط، ما فيش مانع إن أنا أحفظ النصوص، ما فيش مانع إن أنا أؤمن بالنصوص، لكن لابد أن أحول هذه النصوص إلى ثقافات وفلسفات مجتمعية تستطيع أن تصيغ عقول البشر هناك. الفقه المجتمعي اللي احنا نتكلم فيه لو لم يكن مدارس فقهية مجتمعية مختلفة داخل المجتمع لما استطعنا أن نوسع آفاق النقاش وأن نوسع آفاق الخلاف مع احترام كل منا للآخر. رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ، أو رأيي خطأ يحتمل الصواب، ورأي غيري صواب يحتمل الخطأ. التعايش السلمي بين الأديان والثقافات والشعوب والمجتمعات، مين اللي هيعملها؟ لن يعملها السياسيين أبدا. لماذا؟ لأن السياسي يريد أن يركب على المجتمع، أما الدين وآفاقه تريد أن تبسط للمجتمع آفاق يستطيع أن ينمو فوقها. السياسي يريد أن يركب على المجتمع لكي يكون حاكما، أما الدين فهو الذي يبسط الأرض للمجتمع لكي يعيش بكل هذه القيم والمبادئ والثقافات المتجانسة. التعايش السلمي، بناء الجسور المجتمعية بين الأديان والثقافات. لو عرفوا دلوقتي نجد أن أغلب السياسيين يكسروا هذه الجسور، فتتحول الدول إلى مجتمعات، والمجتمعات إلى تجمعات بشرية، ثم التجمعات البشرية إلى عائلات صغيرة، والعائلات الصغيرة إلى أفراد. فتستطيع بعض السياسيين أو كل السياسيين أنهم يتحكموا في مثل هذه التجمعات. الدين برضك والجماعات دي لابد أن تشجع الفنون والآداب، لأنها جزء من رغبات المواطنين وجزء من مواهب المواطنين. لابد يكون هناك تشجيع للفنون والأداب إلى آخر. إيجاد مناخ جديد، كيف تصنع المؤسسات الدينية المناخ؟ احنا اتكلمنا عن الثقافة، اتكلمنا عن الفلسفة، اتكلمنا عن المناخ. كيف نحدث مناخ جديد؟ من خلال إنشاء الثقافات القائمة على فلسفات لا هذه القيم والمبادئ التي نتحدث عنها والتي مرجعيتها دينية لكن ثقافتها شعبية وطنية مجتمعية. دي هذه هي الأشياء بنتكلم فيها عشان نخرج من الشرنقات التي نعيش فيها، ونخرج من المعارك السياسية التي نقحم فيها الجماعات الدينية التي تخسر فيها المعارك دائما. لماذا؟ لأن السياسة ملتوية، سياسة متغيرة، السياسة مبنية على متغيرات، والدين مبني على ثوابت قائمة. نستطيع أن نجعل من هذه الثوابت مسارات لكل السياسات التي نتكلم عنها. ده بالنسبة للدور الأول للجماعات الدينية. أما الدور الثاني فهي إبراز أبناء ليها. من الذي سيعلم هذا البشر
المساجد والكنائس والجمعيات إلى آخره. ليصبح هذا الفرد أو هذه الفرد رجلا أو امرأة مواطنا صالحا ومتخصصا في تخصصه الذي تعلم فيه التخصص المهني. كان طبيبا أو مزارعا أو مدرسا أو أستاذا جامعيا أو سياسيا أو فقيها أو مهندسا أو عسكريا، رجل بوليس أو رجل جيش إلى آخره إلى آخره، رب البيت الذي سيقوم بإعداد هذا الفرد هي الجماعات الدينية، سواء كانت المساجد أو المساجد أو الكنائس أو كل هذه الكيانات والتشكيلات. دور مهم جدا، لأن نحن نعاني الآن من هذه القيادات التي تقود وليس عندها أي قيم وأخلاقيات ومبادئ مبنية على الدين، أو حتى مبنية على الوطنية، أو حتى مبنية على الأخلاق، أو حتى مبنية على القيم المجتمعية اللي توارثناها، أو حتى مبنية على التواصل والتحاب والتكامل بين المجتمعات. ليه؟ لأن كتير جدا من هذه الكيانات الدينية أقحمت نفسها في معارك سياسية فجعلت من الآخرين يشيطنونها ويبعدونها عن ما رسالتها الأساسية، وهي الرسالة التي تقوم فيها الفرد السليم ليبني الوطن السليم والمجتمع السليم. إذا أردنا أن نقارع، أنا شاهدت بعض الأشياء لبعض المشايخ أو بعض الأساوسة في التلفزيون وبيتكلموا مع ناس مهنيين في تخصصات مختلفة، مش تخصصك أنت، مش تخصصك أنت، بتتكلم فيها ليه؟ أنت بتجيب الشخص المهني المتخصص يتكلم فيها وتصبح أنت مرجعية أعلى من النقاش البيزنطي. لو أقحمت نفسك في النقاش البيزنطي لا أنزلت بدرجة الدين إلى قاع المجتمع. أوكي، ده بالنسبة لدور الشخص اللي هو، أو الدور الثاني للجماعات الدينية اللي تبرز هؤلاء الناس، وهم قادرين وفي أمثلة كتيرة جدا مجدودة في العالم على هؤلاء الناس اللي نتكلم عنه. في تاني اللي بعد كده أبناء الجماعات أصحاب القدرات، ثم أبناء من تربوا في المساجد ومن تربوا في المعابد ومن تربوا في الكنائس إلى آخره، هم القادرين على القيام بهذا الدور المجتمعي القائم على القيم المجتمعية التي فيها مبادئ وأسس دينية لنا. طيب، بينهم المجتمع، العلاقة بين هؤلاء الأبناء والمجتمع هي علاقة احترام وتقدير وعلاقة مش احتواء، يعني اللي نسميه ايه، السماح والاعتراف بالفضل. لأن هؤلاء الناس لابد ألا تكون، لا يكون من خلال تربيتهم العقيدية أن يعلو على المجتمع أو يستعلو على المجتمع الذي هو جاهل، لا أبدا. كلما ازددت علما كلما ازددت تواضعا كلما تحسنت أخلاقك. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما هنتكلم عنه كان خلقه القرآن، ده في الأخلاق، وهو كان أعلم من في الأرض في هذا الوقت، لكن أكثرهم تواضعا وأكثرهم حلما وأكثرهم صبرا. فهؤلاء الناس حينما يتواصلوا فيما بينهم بعض وابناء الجماعات التعددية الفقهية المجتمعية في كافة مناحي المجتمع، يؤمنوا بالتقويم والتصبيح إن لازم الأمر، يؤمنوا يكون إيه في كل منا متخصص في بيصبح مرجعية. أنت مرجعية في أمراض النساء والولادة، أنت مرجعية في الزراعة من غير تربة، أنت مرجعية في علم الفضاء إلى آخره. لكن في النهاية أبناء هذه الجماعات هم اللي ينزلوا للمجتمع ويحاولوا يقوموا ويبنوا مثل هذه المجتمع.
ده تعريف آخر للجماعات الدينية، هي الجماعات الفكرية، هي جماعات فكرية ولا بد عليها أن تملك. وده أمر خطير جدا، أمر خطير جدا، إن أبناء هذه الجماعات يعتقدون أن هذه الفكرة ملكا لهم فيقتلونها. الفكرة التي نشأت من خلال المجتهدين داخل هذه الكيانات ليست ملكا لأحد في هذه في هذا الكيان، إنما ملكا للمجتمع. فعلى هؤلاء يعني فكرة الإسلام كدين أو المسيحية كدين أو اليهودية كدين أو البوذية كدين، إن كانت حكرا على مجموعة لقتلت وولدت من يومها الأول. لو كانت حكرا على قريش أو حكرا على أهل النصرية في سيدنا عيسى عليه السلام، أو حكرا على بني إسرائيل فقط، ها؟ لماتت. أو حكرا على من كانوا من أعوام بوذا إلى آخره، لماتت من زمان. ولكنها تمليك هذه الفكرة المجتمع لكي يتبناها المجتمع ويؤمن بها وينشرها من خلال ثقافاته التعددية وفلسفاته التعددية. فالكيانات الدينية التي لا تملك فكرها المجتمع تموت ويموت فكرها. وقد ماتت الكثير من مثل هذه الكيانات الدينية لأنها أو كيانات أخرى المجتمعية التي لم تملك فكرها المجتمع ولم تجعل المجتمع يتفاعل إيجابيا مع أبعاد هذه الفكرة في كل مكان وفي كل زمان بثقافاته وفلسفاته المختلفة. وده يبقى قصور في من يقومون على هذه الكيانات الدينية. كثير جدا في مثل هذه الكيانات الدينية نؤله لدرجة تأليه المفكر وننسى الفكرة، نقدس المفكر وننسى الفكرة، وحتى أن البعض منا يعتقد أن هذا له عصمة، وما عصمة إلا للأنبياء. ده خطر جدا. كثير جدا من هذه الكيانات الدينية تحافظ على الكيان أكثر ما تحافظ على الفكرة نفسها وتنسى الفكرة، تحافظ على الهيكلية بتاعة الكيان وتنسى الفكرة وكيف يستفيد المجتمع منها. فيعضون على الكيان بالنواجذ وهو مهم، لكن ينسون الفكرة التي لابد عليهم من أن ينشروها داخل مثل هذه المجتمعات. لذلك هذا الخلل ينم على عدم نضوج من يقومون على هذه الكيانات وعدم معرفتهم بتغيرات المجتمعية والثقافات المجتمعة التي الثقافات المجتمعية التي تنمو حولهم وهم لا يدرون من أين اتجاه تأتي أو لأين اتجاه تسير. هنا خلل، خلل تربوي وخلل هيكلي وخلل فهمي، لأنهم لم ينفتحوا على المجتمعات ليستطيعوا أن يطوروا الفكرة ويملكوها مثل هذه المجتمعات، لكنهم انغلقوا على أنفسهم. فحينما ينغلق الإنسان على نفسه يصاب بأمراض كثيرة يقتله في هذا أضعف الجراثيم، لأن المناعة الداخلية للجسم تصبح ضعيفة جدا جدا جدا، وتكثر الخلافات والقيل والقال في مثل هذه الكيانات. خلاصة في الآخر في كلمة، كان ده كتب من 6 سنين، ويعني بس بقوله كده لأن الواحد بيراجع نفسه فيها. الجماعات الواعية لسرعة التغيير المجتمعي وتحديد تحدد أدوارها الكبرى وترسم أبعاد مناخات هذا المجتمع، دي الجماعات اللي بتفهم سواء كانت سياسية أو دينية أو ثقافية لكي تستمر، لكي ترسم أبعاد مناخات هذا المجتمع وترتب مدارات أفلاكه ولا تنشغل بالفقه التحكمي، كنترول فريك
التحكم في آراء الناس حتى في أرزاق الناس، وعدم الانشغال بالفقه التحكمي العلوي، بل الانشغال بمرونة إطلاق أبنائها دون إلزامهم. اذهبوا. هذه التشكيلات الواعية أو الكيانات الواعية هي القادرة على بناء الأنسجة المجتمعية المؤسسة لإقامة الحضارة. يعني من يقوم بهذا؟ اللي هي التي تعي سرعة التغيير وتحدد أدوارها الكبرى وترسم أبعاد المناخات وترتب مدارات الأفراد ولا تنشغل بإيه؟ بالفقه التحكمي. ده ما يتحركش منها، ده ما يروحش إلى آخره، بل تجعل أن أبنائها ينطلقوا في كل مكان. دي الهياكل والكيانات التي تستطيع أن تبني المجتمعات. أما العلويين المتحكمين فدول أصبحوا خارج التاريخ. لأن دائما ما يريدون أن يتحكموا في قدرات أبناء قد يعلو سقف فكر وثقافة وعلم هؤلاء الأبناء عن هذه التشكيلات وهذه الكيانات. في سؤال جه هنا، هو ما ردكم على تعليل بعض الجامعات دخولهم معترك السياسة بمفهوم الشمولية ويجب أن نشارك كل المجالات؟ كلمة شمولية كلمة فضفاضة، تنفيذها صعب. بمعنى أنا ممكن أن أكون مؤسسة ثقافية شاملة لكل مجالات الثقافة، لكن قد لا أستطيع أن أحقق أو أنجز كل هذه المجالات، فعلي أن أتخصص في مجال من مجالات الثقافة. أنا فكرة شمولية، الإسلام دين شامل والمسيحية كذلك إلى آخره إلى آخره. فشمولية الفكرة لا تعني شمولية التطبيق. شمولية الفكرة تعني سعة الأفق، لكن التطبيق يعني الحرفية والمهنية ورؤية حاجة المجتمع. كنت أتحدث مع بعض الشباب أمس على أن احنا عايزين نبني شقق للغلابة والمساكين، فخريج جامعات الجدد عايز شقة مثلا 80 متر 90 متر إلى آخره. فالفكرة هي بناء الشقة لغالبية الناس اللي هم عندهم رأس مال 200 أو 300 ألف جنيه، فراحوا بنوا شقق 200 متر و 300 متر و 500 متر ب 2 و 3 مليون جنيه. هم بنوا الشقة بس دي مش اللي عايزها المجتمع. فكذلك شمولية الفكرة تعني أن في كل جزئية من جزئيات هذه الفكرة لابد أن يتخصص فيها من يفقه فيها، وأن يقوم بها من يدرك حاجة المجتمع في هذا المجال، لأن المجتمعات حاليا أصبحت معقدة ومركبة ومشاكلها أصبحت تعد أو تتوالد بالثانية والدقيقة والساعة. فلن تستطيع حتى حكومة واحدة بشمولية الحكم أن تستطيع أن تقود مثل هذه المشاكل وتحلها إلا أن تشرك مع المجتمع المدني وتشرك معها مجتمع رجال الأعمال لابد أن نراقبه، وتشرك معها الأكاديميين، لأن الحكومات بسلطتها التنفيذية قادرة على إصدار قرارات لكنها ليست قادرة على تنفيذ كل هذه القرارات، والذي قد يصل بهذه القرارات إلى شاطئ النجاة هي مؤسسات المجتمع المدني. فالشمولية شيء، والمهنية في تنفيذ أجزاء هذه الشمولية تكون لمن يتخصص في هذا العمل. شكرا، ونراكم غدا إن شاء الله. Tomorrow we'll see you tomorrow, maybe around midday. 20 o'clock in English, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.